ورجعنا تاني ليكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم جولتنا في محافظة دمياط. محافظة دمياط فرسكور، دخلنا بقى المرة دي حاجة مختلفة، معمل مخلل. طبعا احنا يعني مش انا بس، يعني احنا كشعب مصري بنعشق المخلل، بس مش دايما بنلاقي كده مخلل يعجبنا. انا دخلت المعمل اسمه معمل الايمن. انا دخلت المعمل وعملت لقاء مع استاذ ايمن، شفت انواع المخللات اللي عنده، مختلفة، انواع مختلفة وابتكارات، ابتكارات بجد. زيتون، مش عارفة انا مهما اقول مش هعرف اقول اللي قاله لي بصراحة. زيتون مخلي، زيتون محشي، الليمون بكذا طريقة، عنده ابتكارات فظيعة فظيعة في انواع المخلل. ما فيش نوع مخلل انت نفسك فيه مش هتلاقيه في معمل الايمن. انا انبهرت، يعني دايما لما ادخل اي معمل الاقي عنده مثلا متخصص في نوعين، متخصص في 3 انواع، بس انك تلاقي معمل عنده كل الانواع بكل الاشكال، تحضيرات هائلة، نظافة عظيمة بجد. يعني قال لي ان هو بعد ما بيخلي يعني يحط المحلول على المخلل ويتخلل، اثناء التعبئة يرجع يغسل المخلل تاني بمية نظيفة ويحطه في محلول نظيف، الحاجة تروح للعميل رايقة ونظيفة، وبجد الطعم جميل جدا. انا دقت المخلل، جميل جميل جميل. اعزائي المشاهدين انا بنصحكم جربوا مخلل الايمن وقولوا لي رايكم. كمان معمل الايمن او استاذ ايمن عنده ابتكارات مش بس في المخلل، عنده كمان انواع جبن هو مبتكرها جميله جدا، جبن كريمي ومخلط بقى معاها في جبنه اسمها كازابلانكا وجبنه بالسوسيس وجبنه، لا لا مش هقدر بجد افتكر انواع الجبن اللي هو خالطها ببعض والتشكيله الجميله اللي هو عاملها من انواع الجبن الكريمي وانواع الجبن الصعيدي او الدمياطي، حاجات كده جميله جدا. اتفضلوا معانا. ايمن اسماعيل، 10 سنين. والله طبيعه شغل حضرتك ان انا بجيب البراميل من اماكن معينه، من اماكن مختلفه، في مزارع الزيتون، يعني اماكن مزارع الزيتون، وبعد تعبئتها تاني في جرادل وبطلعها للسوق بعد غسلها وبعد ما ابدا المحلول المناسب ليها لكل صنف. احنا شغالين في حوالي فوق ال 25 صنف مخلل، نوع مخللات. عندنا المشكل، عندنا الزيتون المفدغ، عندنا الزيتون الاخضر الشرايح، عندنا الزيتون الاخضر السليم، عندنا الزيتون الاسباني اللي هو البيكول الطبيعي، عندنا الزيتون الدلسي، عندنا الزيتون الكلاماتا، عندنا البصل البيكلز والاورما والفرزه، عندنا الفلفل المكسيكي والبلدي، عندنا الليمون الاصفر، وعندنا الليمون الاخضر، وعندنا المحاشي، الزيتون محشي جزر، الزيتون محشي فلفل، الزيتون محشي ليمون، وعندنا الخيار البلدي، وعندنا الفلافل البلدي، وعندنا الخيار القشه الهندي، وعندنا برضو فلفل، في نوع اسمه فلفل بربشيون ايطالي، وفي نوع اسمه فلفل شيري. احنا بنحط لكل صنف مقدار معين من الـ من الـ يعني كل صنف ليه محلول معين، يعني الحاجات الخضراء لها محلول والحاجات السوداء لها محلول. زي ما حضرتك بنقفل الباب، الباب علينا ضلفه مثلا اللي مفتوحه للجماهير وكده، وطبعا جوه المعمل بنراعي لبس الكمامه وغسل الايدين بعد كل فتره، يعني بعد كل 5 دقايق بنغسل ايدينا على طول. يعني انا بشكر سياده الرئيس على المجهودات الجباره اللي عاملها في البلد، ويكفي الامان، يعني الامان والمجهودات اللي عاملها في البلد، يعني مجهودات جباره يعني. وطبعا هو بيركب بالاقتصاد المصري للتقدم يعني في جميع المجالات يعني.
وفي الختام أعزائي المشاهدين، يا رب نكون قدرنا نفيدكم ونقدم لكم كل الأماكن اللي انتوا تحبوا تعرفوها، ونكون على قد الثقة اللي بيننا وبينكم. أعزائي المشاهدين هتوحشونا الأسبوع الجاي، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.